حكمية فرنساوية في الشام. أولاً نعلن عن تبري السلطات الفرنساوية من المدعو كريم رئيس مخفر العمارة الفار من خدمته. كوا؟ لو سمحتي، وين بيت الداية؟ هون هون. كتر خيرك. لأنه هرب من المهمات الموكلة إليه وتخلى عن مبادئه وعمله تجاه السلطات الفرنساوية، ويعتبر من اليوم مجرم وملاحق حتى تنزل فيه أشد العقوبات. ونعلن جائزة قيمة لمن يجلب عنه الخبر إن كان حي أو ميت. شو معناته هالحكي يا عمو؟ شو معناته؟ سمعينا بقية الفرمان، سمعينا بقيته. ثانياً تعلن الحاكمية الفرنساوية إنه المدعو عمر النقاش الملقب بالزيبق ابن حي العمارة مطلوب للعدالة بسبب الجرائم يلي مرتكبها بحق السلطات الفرنساوية، ومطلوب حي أو ميت. واي شخص بيتعامل معه او بيدعمه او بيعرف مطرحه وما بيخبرنا رح نعتبره شريكه بكل جرائمه. وقد اعذر من انذر، الحاكم العسكري في الشام الجنرال جوفونيل. ايه كتر خير الفرنسي، والله يا بيطلع فيهم اصل اكثر من بيت ابو العز. لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة، لا حول ولا قوة. شو هالقصة هاي؟ معقول يصير كريم مطلوب للفرنساوي؟ الأهم من هالشي هو الزيبق، قديش متضايق منه الفرنساوي لحتى طلع هالفرمان؟ إيه والله كلامك مزبوط، قلبه مليان الفرنساوي منه. أخي فرنساوي حيوي رسمي. أخي شوفي، كأنه هاد الزلمة جايب لك خبر مانو منيح. خبر منيح وبنفس الوقت خبر مش منيح. كريم طمني، شوفي فورت لي قلبي. السلطات الفرنسوية أعلنوا قرار إلقاء القبض علي بأسرع وقت، حي أو ميت. شو؟ ليه شو اللي صار؟ معتبريني خاين وهربان من مهامي. هذا كله بس لأ، بس لأني حبيتك وحبيت الشام وتعاطفت معكم. آسفة حبيبي، أكيد هذا الشيء رح يصعب علينا الأمور كتير، بس هو بنفس الوقت شي بيرفع الراس. معك حق، أنا كثير مبسوط. ما فيني خبرك، بس سمعت بالخبر قديش عشت أحلى لحظات بحياتي. هذا لأني مآمن باللي عم بعمله واللي عم بعمله صح. تشكر قاسي، شو بحبك. أنت بتعرف إنه كلامك عم يقويني كثير ويخليني ما أخاف من أي شي عملته معك. أنا سمعت إنك من أشطر داية الشام. هذا من ذوقك يا خانم، تسلمي لي ان شاء الله. شوفي انا من وقت ما تجوزت الله ما كرمني بولد. ايه شو عليه؟ قومي تقبريني، هو كل شيء بايد الله، بس قومي لك شوف عليكي. بس لحظه شويه، انا كان بدي اسالك كمان قبل، كاني انا وجاي سمعت عم بنادوا على حدا مطلوب. ايه مزبوط، هذا رئيس المخفر كريم،
اتجوز وحده من الحاره وهرب معها، مشان هيك طالبينه. شو؟ شو صار لك يا خانو؟ دليدا 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 يا بي، شو قصة الفرمان؟ معقول كريم يتلاحق مشان الشي اللي صار؟ يا بي الله والعليم، الحاكمية غضبانة على كريم أفندي. طالما الفرنساوي حاطه براسه لكريم معناها رح يصفوه. يا عز الدين، نحن من إمتى منتكل على الفرنساوي لنحل مشاكلنا؟ ها؟ من إمتى؟ ولا خلاص؟ هاي المشكلة اللي صارت معنا طيرت العقل من راسنا. معك حق يا بي، معك حق. يا بي كلامك لعيننا وراسنا، بس الناس أكلت وشنا، ونحن لازم نلاقي طريقة نطفي نارنا فيها بقى. رح نطفي نارنا يا بي، رح نطفي نارنا بإذن الله. بس أهم شيء هلا نوقف مع الزيبق، هذا ابن الحارة، وشو ما صار الضفر ما بيطلع من لحم. أهم شيء نوقف معه ونساعده. وين كنت دليدا؟ وين؟ كل شيء توقعته إلا أنك تتجوز علي. لك كيف تعمل هيك؟ وانت كيف عرفتي؟ هلا هيدا المهم؟ مين هيدي خاتون؟ قل لي يلا مين هيدي؟ بدك تروقي حتى نعرف نحكي؟ أنا ما تجوزت، أنا بمهمة خاصة للحكمية الفرنسوية. كذاب، أنا عرفت كل شيء. اللي بدك تعمليه هلا أنك تروقي حتى أفسر لك شو عم بصير. تفضل. رقت رقت، شو بدك تبرر؟ أنا تجوزت كذبة على أهل الحارة، بعدين خاتون بنت ابو العز، يعني كل شيء مخطط ومدبر. وهيك قرار تاخده لحالك وما بتخبرني؟ بعدين كل العماره عم تحكي انها احلى بنت بالشام. لك شو مجنونه انت؟ ما عندي غيرك بالدنيا انا، هذا الزواج كذبه كله. رح يعليني لاعلى مراتب، شو قصتك؟ خلص روقي. لك شو هالحكي هاد لك عمي؟ اي والله يا عقيد ما عم زل عليك بحرف، سمعت اسمك بالفرمان بابني هي. بسيطة وناكتي. بس ما شاء الله عليك يا عقي، ما شاء الله عليك، اسمك بين خلايق العمارة مطبول طبل، ما في غير الله محيي البطن اللي عمل الزيبة، وهذا هو العقيد، وصلاة محمد ما عم زل عليك بحرف. الحمد لله على كل حال، هذا من فضل رب العالمين. لك انشلو، من فضل رب العالمين عقي. وفي شغلة تانية. هات لشوف، احكي هارون. هذا مو كريم، ما غيره، جاي اسمه بنفس الفرمان ومطلوب كمان. ايوه، وشو السبب بقى؟ هلا على هو ما سمعت الطرطيش حكي، ولا تاخذ مني غير الكذب. قال لانه ترك الفرنساوي وهرب مع بنته للزعيم ابو العز ومعتبرينه فراري. خير ان شاء الله. يلا يا عمو، انا صرت جاهزه. يا علي مين اجا هلا؟ اهلا وسهلا عم تخانوا. أهلين وسهلين. أهلين أم جبري. أهلين وسهلين ومرحبتين. ولوين يا أمو؟ رايحين أنا وخديجة على السوق، تفضلي معنا. أيوه، عاوزتك الكلمتين إذا تعرفي. شو عليه؟ تفضلي تفضلي. تفضلي. يا دليدا، كل اللي عم بعمله لصالحنا.
مش بعيد يصير الحاكم العسكري لكل دمشق. تعرف شو يعني؟ يعني تحسين اوضاع، يعني رتبه اعلى، يعني كل شيء لمصلحتنا رح يكون تمام. ليه ما بدك تفهمي؟ ليش ما خبرتني؟ ليش؟ ما كان فيني خبرك لانه عارف انك ما رح تتفهمي الموضوع. قلت بخلص من المهمه برجع بعدين بخبرك. انا ماني رضياني ابدا، وهلا بدك ترجع كل شيء مثل ما كان. ما رح يصير هالشيء. وانا ما رح اسكت لكان. ليك يا دليلة، اسمعيني كثير منيح، ما رح اسمح لحدا يقف بوجه مستقبلي. انت بتعرفي تماما انه انا لو بدي اتجوز كنت عملتها. بتعرفي قديش عبالي يكون عندي ولد. ففهمي. عم بتهبني؟ لا مش عم بهبتك، عم بقول لك اني انا رضيان ومبسوط بعيشتي معك، فما بدي اسمع ولا مره بهالموضوع بقى ابدا. مفهوم؟ ايه هاتي لشوف يا ام جبري، شو دار بينك وبين زمرد اليوم؟ ما في شيء، ما في شيء. ام جبري انا متفقه معك، اعرف كل شارده وارده. احكي شو دار بينك وبين زمرد؟ يعني القصه وما فيها انه انا رح اطيب خاطرها بكلمتين، هذا كل شيء. لك يا ام جبري نعمت، انا نعمه مو علي هالحركات. أنا نعمت اللي عم بسحب إيدي وإجري لجوز بنتك خديجة لأخي تحسين. بس أنا يعني يا أم جبري قولي قولي وبتنفتح لك طاقة القدر. اسمعي مني شو قالت لي. شو أعمل يا ربي؟ إذا بدي بلغ أبي عن قرنة خاتون بدها تصير مصيبة، وإذا ما خبرته ودري لحاله كمان مصيبة. بس لازم روح شوفه وأفهم منه كل شيء، ويلي بده يصير يصير.